مرحبا بكم متابعينا في موجز أخبار اليوم. إذن مع أبرز العناوين: أهم تفاصيل الزيادات في معاشات ومنح المتقاعدين تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وأمطار وثلوج اليوم على عدد من ولايات الوطن، ومع جديد وزير التربية السيد عبد الحكيم بالعابد، والحصيلة الأسبوعية لعمليات الجيش الوطني الجزائري. ولكن كالعادة متابعينا الكرام، لا تنسوا أن تعطلوا أفواهكم بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تبخلوا فإنه شفيعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون. ولنتابع تفاصيل مع أول خبر، حيث كشف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد السيد جعفر عبدالله بأن أكثر من 2.6 مليون مستفيد من منح ومعاشات التقاعد التي يسيرها الصندوق، معنيون بقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والمتعلقة برفع هذه المنح والمعاشات، مشيرا إلى أنه هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في شهر مارس المقبل بأثر رجعي بداية من شهر جانفي 2023. وكما أكد أيضا هذا الأخير إلى أنه ما يفوق 2,600,000 مستفيد من المنح والمعاشات التي يسيرها الصندوق الوطني للتقاعد، معنيون برفع الحد الأدنى لهذه المنح والمعاشات، وذلك بأثر مالي قدره 130 مليار دينار جزائري. وفي نفس الإطار وضح بأن هذا الإجراء يمثل ثلاث فئات مختلفة، حيث تتعلق الفئة الأولى بالمستفيدين من منحة التقاعد والذين تقل مدة عملهم عن 15 سنة، حيث سيتم رفع المنحة إلى 15,000 دينار ويقارب عددهم 317,000. أما الفئة الثانية فتخص المستفيدين من معاشات التقاعد الذي تتجاوز مدة عملهم 15 سنة، ويتم رفع الحد الأدنى للمعاشات لهم إلى 20,000 دينار ويقدر عددهم ب 970,000 شخص. والفئة الثالثة للمستفيدين من معاشات التقاعد التي تتراوح قيمتها ما بين 20,000 و 50,000 دينار، حيث ستعرف زيادة تتراوح من 2000 إلى 4,000 دينار ويقارب عددهم 1,400,000 مستفيد. وأيضا من جانب آخر، ذكر المدير العام ذاته إلى أن العدد الإجمالي للمعنيين من كل هذه العملية يفوق 1,900,000 مستفيد بأثر مالي إجمالي يقدر ب 147 مليار دينار، وتشمل المستفيدين من المنح والمعاشات التي يسيرها الصندوق الوطني للتقاعد، إضافة إلى المستفيدين من تلك التي يسيرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. والآن مع خبر ثاني، حيث تشهد ولايات وسط البلاد وكذلك غربها تساقط الأمطار والتي تكون أحيانا رعدية حسب نشرية جوية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية. والولايات المعنية بالتساقط حسب البيان هي كل من ولاية أشلف، تيبازا، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجي، العين الدفلة، البوليدة، المدية، تلمسان، عين تمشنت، وهران، مستغانم، سيدي بالعباس، معسكر، غاليزان، تسمسيل، تيارت، وكذلك ولاية سعيدة. ويصنف هذا التحذير في درجة اليقظة البرتقالية، وكميات الأمطار المتوقعة تتراوح بين 30 و 40 ملم، وقد تصل أو تتجاوز 50 ملم محليا أيضا. وتكون هذه الأمطار حسب النشرية مرفوقة بهبوب رياح قوية في شكل عواصف. والآن مع خبر آخر مختلف، حيث أكد سيادة الوزير عبد الحكيم بالعابد على أهمية تعميم جمعيات أولياء التلاميذ على مستوى المؤسسات التربوية بهدف تعزيز مرافقة التلاميذ داخل المؤسسة وكذلك خارجها. وكما وضح هذا الأخير أيضا في تصريح له أن اللقاء يأتي تنفيذا لتوصيات الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمن، والهادفة إلى وجوب تعميم جمعيات أولياء التلاميذ على مستوى كافة المؤسسات التربوية. وكما أبرز أيضا الوزير دور الأولياء في ضبط تصرفات التلاميذ داخل المؤسسة التربوية وكذلك خارجها، مشيرا إلى وجود رغبة لدى مسؤولي جمعيات أولياء التلاميذ للتعاون قصد تعميم هذه الجمعيات عبر كافة المؤسسات التربوية. وكما تطرق أيضا سيادة الوزير إلى الإجراءات المتخذة بخصوص امتحان تقييم المكتسبات لمرحلة التعليم الابتدائي، مبرزا أن الإجراءات تصب في مصلحة التلاميذ وستعطي دفعا لهم
في حياتهم الدراسية. وكما ثمن رئيس الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ السيد حميد سعدي قرار تعميم جمعية أولياء التلاميذ على مستوى كل المؤسسات. وكما اعتبرت أيضا رئيسة الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ السيدة جميلة خيار أن القرار بمثابة وسيلة لحل المشاكل التي تواجه التلميذ في الوسط التربوي. وأيضا مع خبر أخير، في إطار الجهود المبذولة والمتواصلة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، فقد نفذت وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي الجزائري خلال الفترة الممتدة من تاريخ 11 إلى 17 جانفي 2023 عدد من العمليات والتي قد أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة عبر كامل التراب الوطني. وكذلك في إطار عملية مكافحة الإرهاب، فقد أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 9 عناصر دعم في عملية منفصلة عبر الوطن. وأيضا في سياق آخر، في جريمة المنظمة ومواصلة الجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، فقد أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، وهذا بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 63 تاجرا، وإحباط محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب بيقدر بأكثر من 7 قناطير وأقراص أيضا مهلوسة. وبكل من تمرس وبرج باجي مختار وعين قزام وتيندوف أوقفت مفارز للجيش الوطني 180 شخصا وضبط عدد كبير من الأدوات، في حين تم توقيف 13 شخصا، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر تراب الوطن. وكذلك من جانب آخر، أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 79 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وتم توقيف 242 مهاجرا غير شرعي آخر من جنسيات مختلفة عبر تراب الوطن. وهذا دليل على أن الجيش الوطني الشعبي هو بالفعل والقول سليل جيش التحرير الوطني وحامل لواء النجاح والانتصار في كل المعارك التي تخوضها الأمة من أجل حماية أمنها واستقرارها وسيادتها. وبكل إصرار نرد بقوة وحزم على أعداء الوطن مهما كانت أهدافهم، فنحن مدينين لهم بكل الامتنان والتقدير، بالفعل كل الاحترام والثناء لجميع حماة الوطن. وبهذا متابعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، ابقوا في المتابعة ليصلكم جديد الأخبار في الجزائر من مصادر إعلامية وأخبارية موثوقة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.